بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول نفي الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين هناك بعض منتحلي الاسلام ذهبوا الى الجبر بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اجبر عباده على ما يريد من الطاعه او المعصيه ثم يعاقب العصاه على عصيانهم وهذا خلاف العقل وخلاف القران الكريم بان يكون هناك عقاب على ما كان الانسان عليه مجبورا وهناك قسم اخر من منتحلي الاسلام ذهبوا الى التفويض بمعنى انه لا قضاء ولا قدر ولا مشيئه ولا اراده من الله سبحانه وتعالى على افعال العباد اولئك نسبوا الى الله القبيح بالعقاب على غير المقدور وهؤلاء اخرجوا الله سبحانه وتعالى من سلطانه مع ان الله هو المهيمن وانه يدبر كل امور الكون اما الصحيح الذي بينه القرآن الكريم وفسر القرآن الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو اثبات المنزلة بين المنزلتين. زين هناك في التفويض البعض يزعم بالتفويض التكويني بمعنى عدم دخل الله سبحانه وتعالى في افعال العباد نهائيا. هذا هو التفويض التكويني، وهناك من يزعم التفويض التشريعي، التفويض التشريعي معناه أن الله سبحانه وتعالى هكذا يزعمون لم يأمر ولم ينهى، فوض التشريع للخلق، هذا يقول به بعض الزنادقة وبعض الملحدين وبعض الذين لا يعتقدون بالشرائع الإلهية، رأيت أن أحد المفكرين الغربيين هكذا يقول: يقول الله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأعلى من أن يأتي هذا حسب زعم هذا الشخص من ان ياتي ويشرع لنا من نحن امام عظمه الله سبحانه وتعالى حتى ياتي ويشرع لنا بهذه السفسطه والمغالطه يريد بيان انه لا تشريع من الله سبحانه وتعالى لعباده وانما العباد هم الذين يشرعون لانفسهم لذا البرلمان مثلا يسموه السلطة التشريعية لكن هذا الكلام هو سفسطة ومغالطة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ومن اللطف الواجب عقلا ومن الحكمة أن يبين لنا طريق الرشد الطريق الصحيح احنا بالنسبة للإنسان العادي نقول إذا أنت تتمكن من أن تهدي المارة حتى لا يسقطوا في مثلا بئر ولم تهدهم عملك قبيح، يعني أنت واقف في الطريق صار خسف في الطريق زين يعني سيارات تمر، تعلم بأن هذه السيارات إذا وصلت إلى ذلك الخسف ستسقط وقد يموت أصحابها أو يصابون بكسور وأنت تتمكن من أن تقول لهم أنه الطريق خطر في المنطقة الفلانية مثلا يوجد خسف إذا لم تبين لهم العقلاء يذموك ويلوموك إذا شفت أعمد يمشي وأمامه, وأمامه حفرة وأنت تتمكن من أن تقول له احذر أمامك حفرة مثلا تتمكن من ان تاخذ بيده وتعبره الطريق وتعبره الطريق الخطر مثلا اذا لم تفعل ذلك فهذا عند العقلاء قبيح زين الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم خصوصيات الانسان كاملة ويعلم ما يصلحه مما يفسده لانه هو خالق الانسان وعلم الله لا حدود له يقدر ولا مؤونه عليه ان يبين للخلق عبر مثلا انزال الكتب وارسال الرسل الله حكيم والحكمه تقتضي ان لا يفعل القبيح اذا يتمكن وهو يتمكن ولا يفعل فهو قبيح فاذا الله سبحانه وتعالى لم يفوض التشريع للناس كما لم يفوض التكوين. نعم جعلك مختارا يعني كما ذكرنا فيما مضى الاراده التشريعيه من الله سبحانه وتعالى هو ان يصدر الحكم مو جبر الناس على امتثال ذلك الحكم، هذا ليس من الاراده التشريعيه، الاراده التشريعيه بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يصدر حكما وقد اصدر بين الواجبات بين المحرمات الاشياء التي فيها مصلحه ملزمه للعباد امرهم بها والاشياء التي فيها مفسده شديده ملزمه للعباد نهاهم عنها زجرهم عنها وهناك مراتب كثيره بين المصلحه الملزمه والمفسده الملزمه قد تكون مصلحه لكنها ليست مصلحه ملزمه حكم الاستحباب مثلا يصدر، إذا هناك مفسدة لكن مفسدة قليلة لا تصل إلى حد الإلزام يكون كراهة، والشيء الذي لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه حكم الحكم هو الإباحة أنه مباح، فإذا الله سبحانه وتعالى لم يفوض إلى الناس التشريع، نعم في تنظيم أمورك الخاصة ضمن الضوابط الشرعية انت مختار في المباحات لك اختيار تفعل او لا تفعل او تختار الافراد وكذلك في الواجبات اذا كان الوجوب بنحو كلي انت تتمكن من اختيار المصادق هذا التخيير العقلي يعني مثلا الله سبحانه وتعالى امرك بالصلاه وفضل ان تكون الصلاه في المسجد وأن تكون جماعة زين أن أنت تختار المسجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أنت في كيفية الامتثال وفي مصداق الامتثال لك اختيار إذا هم مستحبات يمكنك أن تتركها أن تتركها هذا باختيارك والمباحات هي كثيرة جدا المحظورات في شارع قليلة الواجبات قليلة إذا قيست بالنسبة إلى المباحات حتى القوانين الوضعية في القوانين الوضعية الآن الدول حتى أكثر الدول ديمقراطية لها ممنوعات قانونية ولها أمور إلزامية مجبور أنت عليها إن يعني مجبور تشريعا الله سبحانه وتعالى لم يفوض التشريع إلى الخلق فإذن المجتهد الفقيه ماذا يفعل؟ المجتهد او الفقيه ليس هو الذي يجعل الحكم، هو يستنبط الحكم، يعني هناك حكم شرعي موجود، الفقيه يجي يستنبط هذا الحكم الشرعي، افرض هناك أدلة عامة، يجي يستنبط تطبيق هذه الكليات على جزئياتها، مثلا عندنا دليل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الرسول صلى الله عليه واله هذه الكلمة المعروفة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام زين مصادق الضرر قد يشخصها الفقيه فهذا استنباط الحكم الشرعي فالفقيه يجتهد في فهم النص وليس اجتهادا مقابل النص وبينهما بون بعيد أنت تجتهد لكي تفهم هذه الآية القرآنية أكو واحد يجي يقول قال الله وأقول الله شرع حج التمتع هسه إذا واحد يجي يقول أنا أحرم حج التمتع هذا كلام يضرب به عرض الجدار إذا كان مخالفا لكلام الله سبحانه وتعالى حتى إحنا عندنا في الأحاديث يقول ما عارض ما خالف كتاب الله فلم نقله فاضرب به عرض الجدار فهو زخرف يعني اذا نسب كلام الى الرسول صلى الله عليه واله وانت تشوف ان هذا الكلام يخالف القران هذا الكلام لم يقله الرسول صلى الله عليه واله لان الرسول لا يقول شيئا خلاف القران ذلك الكلام يضرب به عرض الجدار مثلا الاية القرانيه تقول لا تزر وازرة وزر اخرى اذا واحد اذنب هذا ذنبه لا يكتب في سجل اعمال شخص اخر كل امرئ بما كسب رهين فاذا يجي حديث منسوب الى الرسول الميت يعذب ببكاء اهله اذا انسان مؤمن متدين مات بكت عليه زوجته يعذب في قبره هذا الكلام مخالف للقرآن لا تزر وازرة وزر أخرى فالرسول لم يقل هذا الكلام وإنما هذا الكلام نسب إلى الرسول زورا أو خطأ نسا نقول راوي أخطأ مثلا بس لم يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله فإذا الله لم يفوض للخلق التشريع وانما دعاهم الى التفقه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم انت اجتهد اجتهادا في فهم النص مو اجتهاد مقابل النص اكو بعض العامه حينما يصل مثلا الى الذين حاربوا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام مثل معاويه امر بسب امير المؤمنين ولعنه على المنابر والعياذ بالله. يقولون ان معاويه اجتهد زين هذا اي اجتهاد؟ هذا اسلم في سنه الفتح والرسول صلى الله عليه واله خلى قاعده انه لا يبغض علي بن ابي طالب الا منافق. زين اللي حارب علي بن ابي طالب والذي امر بلعنه وسبه على المنابر واستمرت كسنه امويه جاريه حسب صريح حديث الرسول هذا الرجل منافق فانت تاتي وتقول لا اجتهد هذا اجتهاده باطل لانه اجتهاد مقابل النص نعم يمكن فقيه يجتهد في فهم النص يخطئ في فهم النص يمكن إذا تشوف بعض الأحيان مثلا في الفتاوى هناك اختلاف، لماذا اختلاف؟ لأنه اجتهاد في فهم النص، واحد فهم من هذا النص هكذا والآخر فهمه بطريقة أخرى، يمكن ذلك مثلا. أو واحد منهم رأى سند الحديث صحيحا والآخر رآه مثلا ضعيفا، فالأول استند إلى ذلك الحديث فأفتى به والثاني لم يستند إليه. هذه اجتهاد في فهم النص او في ثبوت النص، اما النص الثابت من القران ومن الحديث واحد يجي يتركه ويجتهد من كيس نفسه لا حق له، فاذا فعل ذلك كان ضالا مضلا. هذا الحديث الشريف الحديث الحادي عشر من هذا الباب، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين يبين هذا الجانب. بعد ذلك يبين جانبا اخر الله امرك ونهاك الاراده التشريعيه كانت في اصدار الحكم وقد اصدر الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم. زين هل له اراده تكوينيه ان تكون مجبورا في الامتثال؟ لا اراده الله التكوينيه ان تكون مختارا. الله يقول صلي. لكن لم يجبرك بالصلاه ان يرسل ملكا مثلا يجبرك على تلك الصلاه لا خلاك مختار بس حذرك وحذرنا اذا امتثلت فلك الجنه اذا خالفت فتستحق العقوبه نعم الله سبحانه وتعالى قد يوفق وقد يخذل هذا تكوينا التوفيق شنو هو؟ التوفيق معناه ان الله سبحانه وتعالى يجعل الاسباب بعضها وفق البعض الاخر متوافقه للوصول الى النتيجه، الى الطاعه. وترك المعصيه. مثلا واحد انسان هو مؤمن صالح اغواه الشيطان ليرتكب معصيه. هذا يذهب ليرتكب معصيه. الله سبحانه وتعالى لحسن عمل هذا الإنسان سابقا لدعوة مستجابة لصلاة مقبولة الله يلطف بهذا الإنسان يريد يمنع عن ارتكاب المعصية ما يمنع بالجبر أن يرسل مانعا مثلا أمامه أو يرسل ملكا يقبضه مثلا ويمنعه عن المعصية كلا ليست من سنة الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك عادة إنما الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب الطبيعية لمنع المعصية هذا يروح مثلا للمكان الفلاني حتى يشرب خمر وإذا به يرى أباه مثلا في ذلك الشارع أبوه يشوفه في ذلك الشارع يقول له زين تعال نروح المكان الفلاني هذا يخجل من أبوه فيضطر أن يذهب مع أبيه إلى المكان الفلاني وتفوته فرصة ارتكاب المعصية هنا الله ما أجبره ما أرسل ملك ليمنعه أو هو مباشرة بقدرته الغيبية لم يمنعه لكن هي الأسباب هذا يمكن إذا شوية كان متأخر مثلا أفرض في طريق زحام أو السيارة مثلا يصير بها بنشر او كذا ربع ساعه يتاخر عن الوصول الى هذا المخمر والعياذ بالله يمكن والده كان قد مر من ذلك الشارع رايح الى مكان اخر او والده في ذلك اليوم يفكر ان يروح من طريق اخر مثلا لكن الله سبحانه وتعالى هيئ الاسباب والاسباب طبيعيه لكن الله هيئها بحيث ان هذا الانسان باختياره ما يرتكب المعصيه وصل بذلك الشارع اللي فيه المخمر وإذا به يشوف أبوه يقول صدفة شفت والدي فبعد ما يقدر يخجل هو ما يتمكن من أن يخالف والده ويذهب إلى المخمر لكن يراعي بعض الظروف مثلا كذا فلم يرتكب المعصية وبعدين باكر يحمد الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله صدفة صارت اللي أنا ما ارتكبت المعصية هو مو صدفة هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله جعل الاسباب بعضها وفق البعض الاخر. احيانا خذلان اكو انسان يرتكب المعاصي، يرتكب المعاصي، يرتكب المعاصي، الله سبحانه وتعالى يترك هذا الانسان وشأنه، يعني يخذله ما يهيئ الاسباب الطبيعيه له لكي يتوب، لكي لا يرتكب المعصيه. يرد يروح يرتكب المعصية بدون أي مانع اجتماعي سياسي من العشيرة من كذا يوصل إلى الحرام ويرتكبه الله خذله ما صارت صدفة أنه فشي يصير أنه يمتنع عن الحرام إحنا هواية قصص نسمع بعض الناس ينقلون قضايا يقول أنا قررت فت قرار قرار هم أكيد ورحت الصدفة ما صار هو يقول صدفة ما صار بس هو في الواقع توفيق من الله أو خذلان من الله إذا في في فعل المعصية والله تركه خذلان إذا في فعل الطاعة والله هي له الأسباب هذا توفيق واحد كان نقل عنه أنه يقول قررت أن أقتل فلان في حالة غضب أوائل شبابه كان شوية طائش كان وكذا وصار عنده نزاع مع واحد من الناس قرر أن يقتله زين راح هيأ مسدس وشافه في مكان وأراد أن يرميه بالمسدس تبين هناك عطب وعطل في المسدس عطب زين وفاتت الفرصة وبعدين رجع وحمد الله سبحانه وتعالى والى الان يعني الى الوقت اللي نقلت القصه يحمد الله سبحانه وتعالى ان كان في المسدس عطبا بحيث انه لم تلوث يده بدم انسان مظلوم لو كان يقتل ذاك الانسان كان يخسر الدنيا والاخره، الدنيا انه سجن ويمكن اعدام وكذا والاخره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كان توفيق من الله لماذا الله وفق هذا الإنسان دعوة مستجابة والا كان إنسان صالح هو كانت إلى أعمال حسنة فالله سبحانه وتعالى ما أراد أن هذا الإنسان يكون من أهل النار هي الأسباب بشكل أنه هذا المسدس اللي يروح يشتري أو ياخذه يختار المسدس اللي فيه عطب لو كان مختار مسدس آخر ما كان في عطب كان لعله قتل ذاك. وهكذا في الطاعات واحد من الناس. هذا الشخص ما كان يريد يروح للحج، والحج للمستطيع واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. لله على الناس. هذا تعبير يدل على مرحلة قوية من الوجوب ما كان يريد يروح للحج كل ما كانوا يقولوا له روح للحج ما يروح للحج هسه لأسباب متعددة زين إذا واحد مستطيع ما يروح للحج هذه من كبائر الذنوب من أكبر الكبائر بل في بعض الأحاديث عندنا فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا هذا يموت على غير ملة الإسلام كالنصارى واليهود زين هذا الإنسان ما كان يروح الحج أحفاده هسه حسب تعبيرنا سووا مؤامرة عليه هو غافل وما يدري أخذوا جوازه وبعدين هي تأشيره وقطعوا له البطاقة وهيئوا له حملة وكذا كل المستلزمات بعدين اجوا وعطوا الجواز مع البطاقة انه باشر السفر الى الحج واذا هم ما رحت الفلوس مدفوعة والفلوس راحت تروح هذا الشخص اضطر راح للحج وصار حجي زين هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى القى في قلب احفاده ذلك وبالعكس قد يكون خذلان واحد كان من كبار التجار هذا كان في البدايه فقير بعدين الله سبحانه وتعالى انعم عليه فهو جدا بخيل كان ما يصرف على نفسه ولا على عائلته بس يجمع الفلوس مثل قارون كانوا يقولوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الله أعطاك، استفيد منه في دنياك ولا تنس نصيبك من الدنيا، بس استفيد منه في آخرتك أيضاً. على كل حال هذا الشخص لم يكن يذهب للحج بس يجمع فلوس. لا دفع زكاة ولا خمس ولا كذا ولا كذا. كان كبير في السن فالجماعة اجوا ألحوا علي أن يذهب إلى الحج هسه سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة ما أدري كم سنة كان مستطيع ولم يكن يذهب لحوا عليه لحوا عليه لحوا عليه إلى أن قنعوا فسجل في حملة وبرا خرجوا إلى مكة عبروا الحدود أصيب بسكتة قلبية ومات وهو لم يحج ومو معذور لأنه عشرين سنة ثلاثين سنة كان مستطيع وكان يتمكن من الذهاب زين إذا الله سبحانه وتعالى كان يؤخر وفاته فتشهر كان قد أدى هذه الفريضة لكن الله سبحانه وتعالى خذله لأن هذا الإنسان ما كان يستحق اللطف من الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لأنه كثرة الذنوب تسبب فقدان قابلية الإنسان للهداية والله حكيم سبحانه وتعالى فالذي لا قابلية له للهداية الله لا يهديه لأنه خلاف الحكمة إذن تفويض تشريعي ما موجود وتكوينا جبر ما موجود على الامتثال لكن هناك تكوينا خذلان او توفيق والخذلان والتوفيق ليس اعتباطا وانما بسبب حسن افعال الانسان السابقه الله يوفقه وبسبب سوء اعمال الانسان السابقه قد الله سبحانه وتعالى يخذله فهذا الحديث الحادي عشر يقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له رجل جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي أجبرهم على المعاصي قال الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها فقال له جعلت فداك ففوض الله إلى العباد فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي هذا التفويض التشريعي إذا الله كان مفوض إليهم زين ما كان يأمرهم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ما كان ينهاهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقال جعلت في ذاك فما بينهما منزلة هو الله سبحانه وتعالى لم يفوض إليهم الدين ولم يجبرهم على الطاعة أو المعصية زين فشنو؟ فقال: نعم أوسع ما بين السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى بين الجبر وبين التفويض منزلة كبيرة وسيعة جدا، لأن كثير من المقدمات باختيار الإنسان وكثير منها ليست باختيار الإنسان، فالمحتملات كثيرة، كم مقدمة باختياره وكم مقدمة ليست باختياره. الله سبحانه وتعالى ما جبرك لكن في الوقت بي في الوقت نفسه لم يتركك تشريعا امر ونهى وتكوينا خذل ووفاق. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين